لا نقول انها ظاهره، ولكنه فعل عنيف تقوم به جماعه الحوثي بوصفها جماعه ما دون الدوله، شانها شان الجماعات المسلحه العنيفه في المنطقه، وان كانت تستقوي بامكانيه دوله بعد سطوها على السلطه في 2014. يعني انا اقول انها قد تشجع، هي فعلا هناك مظاهر لنشاط قرصنة من مصالح اسطوان سواء كان على المحيط الهندي او خليج عدن، ولاحظنا ربما اكثر من واقعة قرصنة حاول القراصنة الصاق ذلك بالحوثيين، وحاول الحوثيون في نفس الوقت ارسال اشارات بانهم يقفون وراه وانها ليست عمليه قرصنه، وانها من قبيل يعني ما يعدونه مواجهه تجاه ما يجري في غزه. بطبيعه الحال الحوثيون لا يملكون آلة عسكريه بحريه قادره على خلق مواجهه بين قوتين، هم حتى الان لديهم زوارق بدائيه او بدائيه كما يقال، هي زوارق عادية جدا، كانت زوارق صيادين حدثت أو طورت، أضيف إليها بعض الأسلحة، بعض الأسلحة الأسلحة المتوسطة والخفيفة، تشكل شواغل أمنية أو تحدث شواغل أمنية ليس إلا، وهي تستهدف بشكل أساسي وهكذا يعلنون السفن التجارية ذات الارتباط المباشر وغير المباشر بحكومة إسرائيل. لكن هل بادر او يعني شرع الحوثيون في مواجهه السفن الحربيه التي تشكل داعما اساسيا لاسرائيل في المواجهه؟ طبعا لا، لانهم يدركون ان الرد سيكون عنيفا. نعم هذه سيترعب. السفن التجاريه التي يستهدفونها هي سفن مقفوله او محميه بالقانون الدولي، قانون اتفاقيه الانكلوز عام 82، اتفاقيه الامم المتحده لقانون البحار لعام 82، وفي نفس الوقت هناك اتفاقية عن الأعمال وغير المشروعات الموجهة ضد سلامة السفن وبروتوكولها الإضافي لعام 2005، استثنت هذه الاتفاقية السفن الحربية أو السفن المملكة للحكومة. إذا كان الحكومة جاد في هذه المواجهة عليهم أن يصوبوا نيرانهم تجاه السفن الحربية والسفن الحكومية الإسرائيلية والسفن ذات نفس هذه السفن التي تدعم دولة الكيان الصهيوني.